مرحبا بكم في قناتكم معلومة. الثقافة المغربية مليئة بالأساطير والخرافات والحكايات الملحمية والشخصيات السحرية. وفي نقطة ما يلتقي الخيال بالحقيقة، فنجد أن تلك القصص الأسطورية أصبحت تراثا متوارثا يكاد يكون قريبا جدا من التصديق عند أغلب الناس في بلاد المغرب العربي، بل في جميع بلادنا العربية، حيث تشكل الأسطورة سطورا لا يستهان بها في صفحات تاريخنا العربي. وعلى الرغم من أن تلك الأساطير والخرافات تمثل تراثنا الشعبي، إلا أن بعضها قد يخالف تعاليم ديننا الإسلامي، مثل الإيمان بالسحر وطلب الأمنيات من الجن وغيره من المخلوقات، أو التبرك بأماكن معينة وكأنها مقدسة. ولكن دعونا الآن نتعرف على أشهر 5 أساطير في بلاد المغرب. لكن قبل ذلك، لا تنسوا دعمنا بالاشتراك والضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس. قلعة شالة. قلعة شالة موقع أثري بالقرب من مدينة الرباط، بنيت في القرن السادس قبل الميلاد، وقد شهدت هذه المدينة سنة 40 ميلادية تحولا جديدا تحت الحكم الروماني، حيث حدث تغيير في مكوناتها الحضارية بإنشاء الساحة العمومية والحمامات والمعبد الرئيسي، وتحصينها بحائط متوسط امتد من الساحل الأطلسي إلى حدود وادي عكراش. فماذا في القلعة من أسرار؟ وما قصة أسماك حوض النون التي تحقق الأحلام؟ وما قصة الجنية التي تحرس كنوز سليمان؟ حوض النون، بركة مائية صغيرة داخل أسوار قلعة شالة العريقة، تجتذب الزوار من كل مكان، وتسبح فيها أسماك النون الصغيرة التي تشبه الأفاعي. لقد ودعت هذه البركة أيام الماضي الغابر، حين كانت حوضاً للسباحة، يقصده المتطهرون قبل الوضوء، فيشاركون أسماك النون في السباحة، ويؤدون معها طقوس الطهارة قبل أن يخرجوا للوضوء، لكنها منذ مئات السنين تحولت إلى معلمة تاريخية أثرية، وبقيت فيها أسماك النون وحيدة، لا يؤنس وحدتها إلا قدوم الزائرين من كل مكان. يرمون لها فتات البيض، فتستقبلهم برقصة جماعية متناسقة وكأنها تنساب في الماء على وقع موسيقى صامتة. وفي قاع الحوض تتلألأ قطع نقدية معدنية يرميها الباحثون عن تحقيق أحلامهم، وتتلوى السمكات الصغيرات وتضرب الماء بأذنابها، فيما يخيل للرأي أنه تعبير منها عن الشكر والبهجة، ووعد بتحقيق الأحلام. والحوض الذي تسبح فيه الآن سمكات النون بسلام ويتوافد لزيارته مئات الناس كل أسبوع، هو حوض مسكون، إذ تحدثنا الأسطورة أن هذه الأسماك التي نراها ليست إلا مجرد تمثالات لجنيات داخل الحوض، وأن لهذه الجنيات ملكة عظيمة تحرس كنوز سليمان، لكنها لا تظهر للعامة. إيمي نفري. إيمي نفري عبارة أمازيغية تقابلها في اللغة العربية فم المغارة، والتي تعد مزارا سياحيا فريدا لا مثيل له في المغرب. ويقع هذا المزار على بعد 6 كيلومترات فقط من مدينة دمنات الشهيرة بأسوارها التاريخية، والتي تبعد بدورها عن مراكش عاصمة السياحة في المغرب بحوالي 100 كيلومتر. إيمي نفري عبارة عن مغارة كبيرة ينفذ منها واد صغير يسمى تسليت أي العروس، ليشكل قنطرة طبيعية نحتها جريان المياه وسط المغارة على مدار آلاف السنين. الحديث إلى ساكنة المنطقة يقودك إلى حكايات وأساطير، من قبيل أن وحشا له 7 رؤوس كان يتخذ المغارة مسكنا له، وعلى رأس كل سنة يضطر أهل البلدة لتقديم فتاة جميلة قربانا له. وفي إحدى المرات تدخل أحد الفرسان لحماية الفتاة التي جاء دورها، ونازل الوحش إلى أن قتله. وأمكن للسياح أيضاً أن يقفوا خلال زياراتهم على قصص وأساطير نسجها أهالي المنطقة عن إيمي نفري ومياه العيون التي تنبع منها. ومن هذه الأساطير التي أبدى السياح إعجاباً بها، واحدة تفيد بأن إحدى العيون كانت في الأصل ضريحاً لولي صالح يدعى سيدي ناصر. شمهروش. شمهروش الذي تجاوزت شهرته حدود مراكش ليتحول إلى كلمة شائعة يتم إدراجها في مسلسلات عربية في مصر، ويتم تداولها مغاربيا حينما يتعلق الأمر بالجن الأرضي، فهو يعتبر ملك وقاضي قضاة الجن ورئيسهم فوق الأرض لدى مرتدي ضريحه.
سيدي شمهروش كما يطلق عليه ساكنة المنطقة، له يوم مقدس هو يوم الخميس، حيث يعتقد أنه يترأس جلسات قضاة الجن في محكمة الجن كما يعتقد هؤلاء. ويعتقد رواد الضريح أن شمهروش كان رئيسا لقضاة الجن بمرتبة ملك، يعتنق الإسلام، وهو ملتزم جدا بتعاليم الدين الإسلامي. وحسب ذات المعتقدين، فإن سلطة شمهروش تتجاوز القضاء، ليعتبر أحد ملوك الجن السبعة فوق الأرض وأكبرهم سنا، الحاكم على كافة الجن الأرض، كما أن شمهروش يعتبر لدى معتقديه مسالما ولا يدخل حروبا. وتشير معتقدات رواد المكان إلى أن ترويض الجن تتوجب تقديم القربان، وفي حالة تمرده فإنه سيعرض للمحاكمة لدى شمهروش كبير قضاة الجن فوق الأرض، وهو ما يجعل المكان ذو قدسية كبيرة لدى ساكنة المنطقة. لا أحد يمكنه الحديث حول ما إن كان فعلا يوجد ضريح داخل القبة الصخرية البيضاء، غير أن داخله يكتشف المرتادين شبه ضريح مكسو بغطاء أخضر وأبيض محاط بالشموع، وتحيط به آية قرآنية. ويزداد إيمان مرتادي هذا المكان بقدرة شمهروش على العلاج مع تزايد زواره من الأجانب الذين تجلبهم رغبة الاكتشاف، كما أن تواجده بالقرب من جبال طبقة للشاهقة جعلت منه مأوى للسياح بعدما عمل السكان على توفير المأكل والمبيت لهواة تسلق الجبال الشاهقة، وتارة بنصب خيام متنقلة من طرف السياح بدون مرافق أو مرشد. بغلة القبور. بغلة القبور هي أسطورة قروية تنتشر في القرى المنعزلة في المغرب، ويقال أن بغلة القبور تعيش في أعالي الهضاب. وحسب الأسطورة فإن بغلة القبور هي كائن يخرج من المقبرة حين يأتي الليل، وتستمر في الركض حتى الفجر تجر وراءها السلاسل. وفي ظلام الليل تبدو مضيئة بفعل الشرر الهائل الذي يتطير من عينيها، وتحدث حركتها جلبة مرعبة تمزق صمت الليل الموحش، فوقع حوافرها وصليل السلاسل الحديدية التي تحملها في عنقها يرعب كل من يلمحها أو يصادفها في طريقه. وإذا حدث وصادفت في تجوالها الليلي رجلا تحمله على ظهرها إلى حيث مستقرها في المقبرة، وهناك تحفر له قبرا لتدفنه حيا أو تأكله، والأمر مرتبط برغبتها وشهيتها. وحسب الأسطورة فإن بغلة القبور كانت في وقت سابق من حياتها امرأة مات زوجها ولم تلتزم بتعاليم العرف الاجتماعي الذي يلزمها باحترام حق الله، أي أن تلبس ثيابا بيضاء طيلة فترة العدة ولا تغادر بيت الزوجية ولا تعاشر رجلا آخر خلال ذلك. وبسبب عدم التزامها حق الله انتقم منها الله، فكان جزاؤها اللعنة الأبدية التي حولتها إلى جنية لها هيئة بغلة تنام النهار مع الموتى وتمضي الليل تتعذب. وفي بعض المناطق كان الناس يعتقدون أن في إمكان بغلة القبور أن تتنكر لتدخل البيوت في هيئة قريب أو صديق وتختطف أحد أفراد الأسرة إلى مقبرتها. عيشة قنديشة. تعددت الروايات الواقعية لسيرة عيشة قنديشة الشهيرة في التراث الشعبي المغربي، فهناك من أشار إلى أنها عاشت في القرن الخامس عشر، وأنها مجاهدة قدمت العون إلى الجيش المغربي في محاربة البرتغاليين، حيث شكلت قوة ممانعة صدت هجوماتهم، ولأنها كانت عصية على المستعمر، ساد الاعتقاد حينها بأنها كائن جني وليست بشراً. وهي في رواية أخرى امرأة مغربية قتل الاستعمار البرتغالي زوجها في الفترة الممتدة بين القرنين الخامس عشر والثامن عشر، فقررت الانتقام وصارت مقاومة شرسة له. وهي أيضا كونتيسة، أي أميرة أندلسية كانت ممن طردوا من الأندلس، وحين جاءت إلى المغرب شرعت في مقاومة المستعمر، وقد تعاونت مع الجيش المغربي آنذاك لمحاربة البرتغاليين الذين قتلوا وشردوا أهلها، فأظهرت براعة وشجاعة في القتال حتى ظن البعض وعلى رأسهم البرتغاليون أنها ليست بشرا وإنما جنية. وقد حققت عيشة قنديشة لنفسها هيبة ومجدا لدى المقاومين والمجاهدين وعامة المغاربة عندما حاربت الاحتلال بكل شجاعة وذكاء. ويروى أنها كانت أحيانا تتخذ في مقاومتها مذهبا غريبا، حيث كانت تقوم بإغراء جنود الحاميات الصليبية وتجرهم إلى الوديان والمستنقعات حيث تذبحهم، الشيء الذي أرعب المحتلين الأوروبيين.
إن الروايات التي تتداول سيرة هذه الشخصية الغريبة والغامضة كثيرة، يتقاطع فيها الواقع بالأسطورة، ويطغى عليها الجانب الخرافي كثيرا، إلى درجة يصعب معها الحسم في كون هذه الشخصية حقيقية أو مجرد خرافة من نسج الخيال الشعبي المغربي، فهي تارة جنية بجسد أنثى جميلة، وقدمي ناقة أو بغلة، تتخذ الوديان والآبار والكهوف مسكنا لها، وتفتن الرجال بجمالها وتستدرجهم إلى وكرها، حيث تقتلهم وتقتات على لحوم ودماء أجسادهم، ولا تخاف إلا من شيء واحد هو اشتعال النار أمامها. ويصور التراث الشعبي المغربي أيضا عيش قنديشة في شكل ساحرة عجوز شمطاء وحاسدة، تقضي مجمل وقتها في حبك الألاعيب لتفريق الأزواج. وتبقى كل هذه أساطير وخرافات تجانب الحقيقة وتخالف تعاليم ديننا، لكن هناك شريحة كبيرة في مجتمعنا تؤمن بها، لا تقبل النقاش حول ما إذا كانت حقيقية أم لا. وفي الأخير لا تنسوا دعمنا بالاشتراك والضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.